سنعمل أولا على تصفيت الطريق العام. كذاب 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 يا عبي شوم عليك كذاب انت كذاب 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 انت كذاب. يا شباب يا أهل الضيعة هذا الزلمة كذاب، لا تصدقوا كلهم بيجوا بيكذبوا علينا وبيروحوا كذابين دول. العمى بقلبه مين هالمجنون ها؟ وانت قلت سيدي هذا مجنون ضيعتنا ابو كعكه، زلمه على البركه وما على لسانه رباط، قسما بالله يا سيدي قسما بالله انه نهفه وحكياته مسخنين وكلامه مهضوم يا سيدي. لك شلون كلامه مهضوم؟ الزلمه قال عني كذاب يا سيدي سطح. هو اذا كان مجنون يعني ماشي الحال مو مشكله، ما راح كبر القصه، بس المصيبه لو كان عاقل صدقني وقتها كنت خربت بيته وجعلته عبرة لمن يعتبر. روح لك روح روح. بابوري رايح رايح بابوري جاي بابوري محمل سكر وشاي. بابوري رايح رايح بابوري جاي بابوري محمل سكر وشاي. لك شو هاد يا مختار؟ ابو كعكه رح يخرب لنا الاحتفال. شو بدنا نسوي يا سيدنا؟ الجنون فنون. لك ما بصير هيك يا اخي، شو فنون ومنون انت الثاني؟ ضبوا بشقرنا احبسوه، صحيح مجنون بس مو حلوه نسمع مسبتنا بايدنا ونسكت، مالنا قاعدين بالهايد بارك نحن. سيدي بسيطة، تسعيرته معروفة، هلا بنعطيه 100 ليرة وبيمشي الحال. حاجة وكفاها الله، ملينا من الكذب والله، وعودا كلها مكشوفة، خاف الله فينا خاف الله، خاف الله فينا خاف الله، خاف الله فينا خاف الله. الدواء شافي لأنه الدراهم كالمراهم حطها على الجرح بيبرى الله يديم نعمة. إذا سمحتوا يا أخوان هدوءا شوي وشكرا لأبو كعكة يلي لطف لنا جو الاحتفال. رفاقي الفلاحين يا روح قلبي من جوا، رفيقاتي فلاحات يا قوارير العطر الفواح، أعزائي الكادحين عزيزاتي الكادحات الفاتنات. شو الشعالة شو الشعالة هاي؟ العمى بتنزعوا مذاع الواحد بيكون بده يغني ومبسوط بتنزعوا له مذاع العمى. هالدنيا مسكرة بوابة، ساعة بتضحك لك يا بابا، وساعة بتكشر عنابة، والناس تخبت بتيابة، وسلام عليك يا بابا، والمدرة وحودن كذابة، بنغني لهم يا ميجنا، بيغنوا موال عتابة، وسلام عليك يا بابا، وسلام عليك يا بابا، وسلام عليك يا بابا، وسلام عليك يا بابا، وسلام عليك يا أبو كعكة أبو كعكة. نعم سيدتي الجميلة، سيدتي الجميلة ممكن تسمحي لي أنا دبت بتسبيلة ونهاري بقى ليلي. هلأ اتركنا من الغنى وتعلق لك شوي. تعا ايه ماني فاضي مشغول. تعا ولا قال مشغول قال تعا. ايه اذا كان هيك وجي. ليش عم تتمقطعي فيني؟ وإذا كنتي مرت المختار يعني ما بكفيني غرازة جوزك؟ هلا امسك لك ولا طولت لسان، هذا صحن من المنسف يلي عملناه اليوم، مسك. تبع المسؤولية اللي إجا؟ ما باكل فضلة مسؤولين أنا، والله لو طوبوا لي المرجع، فضلة مسؤولين ما باكل. الله وكيلك مو فضلة مسؤولين، هذا من طبخي، وأنا سكبت لك إياه من راس الطنجرة. وليش يا حلوة؟ عم تدلليني؟ شو ناوية؟ طالعيني عن ديني؟ لا بس بدي اياك تدعي لي الله يرزقني بولد احسن ما جوزي يتجوز علي. ايه بيعملها
يعملها. حاكم المخاطير دائما عيونه شيحة مثل النواطير. إلهي إلهي ومولاي وأنت جاهي وسيدي ونصيري وعضدي، ترزق هالعبدة هي العبدة هي هي يلي واقفة قدامي وعم تجقرني بعيونها ومسبلتن وعاملتلن مسكرة ومكحلة والنافخة خدودة والنادفة حواجبها وعاملة تاتو كونتور وعطتني صحن رز يا إلهي، ترزقها بولد صالح يعفرت ببطنها عفرتي ويلبطها لبط يا حق. الله يسلم هالتم يا أبو كعكة، تاكل حلو؟ شوفي إذا حلو مقاطع من يلي بيجيبه جيزة من يلي بيجيبه جوزك، ما بدي أحشي معتي بالزباية. لك ولا يهمك، الحلو يلي عنا توصاية من الشام ومن أفخر المحلات. كتير حلو، إذا كان هيك ناوليني يلي فيه النصيب، خليني أتيسر مستعجل أنا. يلا خليك دقيقة لا تروحها. لا طبني، نسوان فتيلتهم طويلة ما دي خلق أنا. يلضيك تحتها لا لا بجنة ونار لا لا والدنيا مرار. يا أهل الضيعة ساعدكم قربت، ما في كلام، جهزوا غلاطاً وضبوا حالكم، الساعة قربت وقد أعزر من أنزل. مرحبا أبو كعكة. أهلين سلمان، أهلا وسهلا. شو خد لك هالرمانة؟ رمان؟ طب أكل الرمان والله طب. افقش يا روحي افقش افقش ومسمس لحق حالك يا حباب، حتى ساعتك انت قربتها. يي فيش بره وبعيد عني، ليشك عم تفاول علي؟ انا عم بحكي عن ساعتك الثانية، انا عم بحكي عن ساعة فرحك، يعني القصة عم تعصعص وتستوي على النار، ويلي بالك منه كمان ناطرك على النار. الله يبشرك بالخير، هاي خبرية بتستاهل عليها 50 ليرة. اذا شفت عادل قل له سلمى بتسلم عليك ولساتها على العهد. انو عهد؟ ما رح العهد، لحكومات ما عم يضلوا على العهد حتى تضلي انت. انت وصل الرسالة وما عليك. ان عيوني على عيني وراسي، خاطري. مع السلامة. كشوا الدجاج من قدام البيت، يا ريت تعود ايامي يا ريت. كشوا الدجاج من قدام البيت، يا ريت تعود ايامي يا ريت. سرحة غير مبارحة، العنزة سرحة غير مبارحة، العنزة سرحة غير مبارحة. أبو كعكي أبو كعكي. أهلا أبو نجيب، شو بدك مني؟ لك بدي أصبح بهالوش الحلو. شو ما راح تفطر اليوم؟ والله إذا بتفطرني ما عندي مانع. شو رأيك بسندويشة حلاوة على كيفك؟ المنيحة ما بدها سؤال، لف لي اياها لبين ما اروح وارجع، وكتر الاقدام ها، واملي اللب اذا كانت السندويشة فرنجونية. ليش لوين رايح؟ عادي مهمة بيت المختار، ارفوار. العنزة سرحة غير مبارحة. ارفوار، والله عشنا وشفنا. بين معك شيء. أنا بإذن الله ما بقرا فنجان. لا بعلم بالغيب، رب العالمين وحده هو يلي بيعلم بالغيب، بس انا عندي فراسة. شو عم تقلك فراستك؟ بدك تتجوز علي؟ ما بعرف، شو بعرفني، يمكن ايه ويمكن لا. شو هالحكي يا ابو كعكي؟ فش الا قلبها المخلوقة، يعني معقول هيك تخليها معلقة بين سفائين؟ شوف مبين معي بهالمنطقة في عجقة ناس هون بكعب الفنجان، شايفة؟ شايفة قديش في روس بالمنطقة؟ يعني روس بني آدمين؟ بقى هالعجقة هاي والله أعلم عجقة عرس أو عجقة شي تاني أو عجقة، والله لا بعلمي ولا خبري، ما بعرف. لا سيدي ما حذرت، هاي مو عجقة عرس، هاي أكيد عجقة الانتخابات. يي لجوزك ناوي يترشح؟ أي تقبريني، قال جاي على باله يمارس العمل السياسي. وليش زعلانة أنت؟ خليه يمارسه، أحسن ما يمارس الجواز مع وحدة غيري. معناها يا حزينة ما استفدتي شي، يعني بكرة إذا نجح بده يتجوز عليكي من تاني يوم. الله لا يقدر، ليش هالمفاولة هي يا سلمى؟ بعدين وينك؟ جوزي مو زبون نجاح، أكيد رح يسقط.
ليش حتى ما ينجح؟ لأنه ما حدا بيطيقه، لا أهل ضيعتنا ولا أهل الضيع اللي حوالينا. هي مزبوطة، لأنه جوزك المختار غليظ وسميك دم، يخرب بيته شو سئيل، الله يعينك عليه شو متحملتيه. اي والله ما أكون أنا محلك، كنت طقيت طقيق وزتيت حالي بالجب. هلأ شفنا بالفنجان، المختار رح ينجح بالانتخابات؟ أنا ما بنجم بالفنجان؟ صالحي أخوالك الله يرضى عليكي، أنا بشتغل بالفراسة وعندي خبرة بمجال السياسة. طيب شفنا بفراستك رح ينجح؟ والله هالمسألة صعبة تبين معي. لك ليش صعبة يا أبو كعكي؟ فنجان وسياسة ما بيجتمعوا، بس المختار بينجح، طمني بالك. الله لا يطمنك، كيف بده ينجح وصيته عاطل؟ أنا بقلك شلون؟ هلأ السرسرية، السرسرية يعني والعواطلية بينتخبوه ولا لا؟ أكيد بينتخبوه، لأنه مثل هون مثله. والحرامية وقطاعين الطرق بينتخبوه ولا لا؟ معلومة بينتخبوه، لأنه بحبوه كتير. والمدهلزين ومسيحة الجوخ؟ هدول أول العالم بينتخبوه. والمرتشين والمنتفعين ورؤوس الفساد؟ معلومة بينتخبوه حتى يغطي عليهم. إيه خلاص، مين صفي لكان؟ نجاحه مضمون يا أختي 100%. الله عليك يا أبو كعكي، شو حكياتك زراف؟ يعني هلأ عملت كل أهل الضيعة ما بيسوا؟ طبعاً، لأنه الساعة قربت، قربت الساعة يا سامعين الصوت، يا أهل الضيعة قربت الساعة. هلأ شو بدنا بالساعة؟ غني لها غنية لسلمة. يا على عيني، إذا لسلمة ما عندي مانع. سليمة غدا لما أموت وأنت بعدي تطوفين القبور على تأني. تضرب أنت وهالغنية، اسكت أمطلنا قلبنا. وين بيت مختار؟ بيت مختار يا سيدي بتروح بهذا الطريق لآخره، بعدين بتلف على اليمين في قهوة هنيك. ليش هون بضيع في قهوة؟ طبعا في قهوة معتبرة، المهم بعد القهوة بخمسين متر بالصدر بيت المختار. يسلموا ايديك. طيب القهوة بتكون فاتحة هلأ؟ انت بدك القهوة لما بيت المختار؟ بدي بيت المختار، بس عم فكر ارتاح شوي بالقهوة قبل ما اروح لعنده. حضرتك مسؤول؟ ولك يا بني آدم، في مسؤول بيجي بالباص؟ أنا معلم المدرسة، منقول جديد لهون. أهلا وسهلا فيك أستاذ، رح تنبسط كتير بضيعتنا إن شاء الله. هيك باين. وهلا رح غني لكم بصوتي المعازي لمحمد عبد الوهاب اللي بيعتبره أستاذي. طير يا فؤاد وغني دن 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 ثم ابكي عني دن 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 ثم ابكي عني واشكو الزمان. طير يا فؤاد. حلو هيك، خوف وجاري بس حلو. يا ابو كعكي الله يخليك، غني لنا شي غنية رهجة. ايه طبعا، لانه ما حلوة ما نغني معك. عيني وراسي. لو واحد ولا مية ولا الف وخمسمية ولا كل الدنيا دي دي ولا مرحبا شباب.
اهلين اهلين. ممكن اسال سؤال بالله؟ اهلا وسهلا تفضل. منو هذا اللي كان عم يغني ومشان القهوه كلها؟ ولو هذا ابو كعكه. ابو كعكه؟ مين هذا ابو كعكه؟ مين بده يكون يعني؟ رئيس مجلس الامن؟ ما شايفه درويش وعلى البركه؟ يعني هو من هون من عندكم من الضيعه؟ لا والله يا اخي غريب، اجى على ضيعتنا من شي 3 سنين. بس خير في شي؟ لا لا ابدا، حبيت استفسر بس. السلام عليكم. شبو شبو ساعة بنادي لك، ما تسمعني؟ وليش رحت تنادي لي؟ كيفك استاذ رياض؟ مين هات الاستاذ رياض؟ هلا لا تجدب علي، من اول ما شفتك عرفتك، بطلعك من بين 1000 زلمة. انت مخربط يا اخي، مو هادي اللي عم تحكي عنه انا، مو هادي اللي عم تحكي عنه يعني، عرفت شو فهمت علي؟ مو هيك؟ اتركني بقى، روح روح، اتركني بهمي يا اخي، روح عن افرنا. اتركك بهمك؟ لك ليش هيك عامل بحالك؟ فهمني، بتعرف؟ أنا أول ما شفتك فكرتك جاني رسمي، بس لما هربت مني وطلعت برات القهوة عرفت إنك عم تجدرها، بس مو علي. لك أهلين، أهلين أستاذ ممدوح. إيه ها؟ هلا صرنا نعرف نحكي، أهلين بالروت. أهلين حبيبي، أهلا وسهلا ومرحبا. قل لي بقى، إمتى صرت على البركة مع إنه عقلاتك بيوزنوا بلد؟ لك وطي صوتك وخلينا نحكي بغير المحل، امشي لإلك امشي. هذا يا سيدي لما نقلوني بالوظيفة لهون جيت وأنا محبط على الآخر، يعني مثل حالتي فرد شكل. وقبل ما أوصل للضيعة بشوي شفت جنازة كبيرة، سألت راعي غنم كان مارق من جنبي، جنازة مين هي؟ قال لي جنازة أبو طنجرة. ومينو هذا أبو طنجرة كمان؟ مجنون الضيعة يلي كان قبلي. ها يعني ضروري لكل ضيعة يكون إلها مجنون؟ طبعاً، المجنون أو المبروك ضروري للضيعة، مثله مثل المختار ورئيس المخفر. المهم سيدي، شو صار بينك وبين الراعي؟ الراعي حكالي عن أبو طنجرة وقديش كانوا أهل الضيعة يحبوه ويدللوه. قامت فجأة وبلا مقدمات لمعت براسي الفكرة، وقلت لحالي يا ولد جرب حظك في الضيعة، اسمه صافيها شاغر والمجنون تبع حمات. ايه وبعدين؟ ما كذبت خبر يا ممدوح، فورا رجعت لبست هيك لبس وجذبتها وفتت على الضيعة. وشلون هيك صدقوا اهل الضيعة دغري انك مجنون؟ مو بس هيك، اقتنعوا اني مبروك ومكشوف عني وصاروا يتباركوا فيني. العمى على الخير العمى. معقولة؟ بس يعني انت شلون ترضاها على حالك بعد ما كنت موظف محترم وتصير اهبل ويرقدوا وراك البلاد بالطرقات؟ يعني شلون سجمت مع هالقصة؟ احط بالخرج، المهم النتيجة، المهم المردود. ليش فيها مردود منيح؟ يا سيدي أنا من وراء الخمسات والعشرات والخمسينات والميات والإكراميات عم طالع بالشهر قد معاش 7 منهم موظفين مع زيادة والحوافز تبعهم. شو هالحكي هاد؟ طبعا هذا كله غير العز والنعيم اللي عايش فيه. هلا هاد عز ونعيم؟ طبعا، صدقني ما باكل غير أحسن الأكل وعلى اغذية واعشية طول النهار، وسكبتي على طول من راس الطبخة، ولما بفوت على المحلات بحمل وبمشي وما بدفع اي قرش، والكل بده رضاي لارضه. وليش ما بتدفع بقى؟ مو انا ما بدفع، هن ما بيقبلوا ياخذوا، قال بتباركوا فيني. الله وكيلك، الفران واللحام والخضري والسمان كله ما بياخذ مني قرش. لا وفوق هاد وهاد عامل حالي مستشار لاهل الضيعة، والكل بيشاورني بكل شغلة. وأهم من هالشي كله أني بحكي يلي بدي إياه، وليس على المجنون حرج، يعني لساني طليق وفلتان وآخذ راحته على الآخر. بسب المختار ورئيس المخفر ويلي أكبر من هيك وما حدا بيحكي معي، بالعكس بيضحكوا. بقى شو بدك أحلى من هيك عيشة؟ بالفعل خيلتني. شلون لبسي هيك؟ حلو، ما بوشي، لا بقلك. لبسه خلصنا منه. شو بدي سمي حالي؟ لك مثل ما بدك، شوي هي. كيلي. ايه ابو كيلي سمي حالك. ايه ما حلو ابو كيلي. ابو رماني، ظريفة. ايه حلو ابو رماني.
بس وين بدي اروح هلا؟ ولا يهمك، لقينا لك شاغر بضيعة جرن الكبير. وكيف بدي اروح لهنيك بالباص؟ لا روح مشي احسن، ليك الضيعة ورا التلة، ورا التلة مباشرة. انت متأكد انه في شاغر؟ سمعت انه من يومين مات المبروك يلي فيها، بقى الحق حالك بسرعة لانه مجانين كتير عم تدور على ضيع ما فيها مجانين. لكن لروح لحق حالي. خاطرك. الله معك، مع السلامة. مهون يا زميل. خاطرك. مع السلامة حبيبي. قربت قربت يا شباب، قربت، ضبوا غراتكم، قربت الساعة. الله معك ابو رماني. مدري ليش العالم حابة جن، لا والكل مو بس واحد، لا واحد ولا مية ولا ألف وخمسمية ولا كل الدنيا دي ولا مليون.